السلام عليكم. المرحلة اللي وصلنا لها بآخر درس كانت ها هي. وصلنا لهون، المفروض عملنا جدران والأعمدة اللي حكينا اليوم بالإضافة للشبكة وباقي الشغلات. هلأ الخطوة الثانية هي أول شيء بداية لازم ندخل المسقط الثاني، يعني مسقط الطابق الأول، لحتى ندخله كمان موجود عندنا هي أوتوكاد. نوقف أول شيء هون من إمبورت، ندخل الملف، خلي الواحد متر، لأنه هو الواحد اللي عم يشتغل فيها هي المتر، واللي هو معمول فيها كمان اللي مصدر يعني، أو المشغولة هون هي بالمتر كمان. نقول أوبن، فملاحظ إنه نزل عنا بالمناطق، يعني نزل عنا بموقع صح، ما نزل متحرك لهون أو لهون نحن نجي نحركه. هذا السبب إنه أنا مصدره أصلاً من ملف ريفيت وما حركته على الاوتوكاد، لهيك بضل محافظ على مبدأ الاحداثيات 00 بالنسبة للملف الاصلي. طيب كيف تأكدنا انه هو نزل محله ما تحرك؟ انه هذا المحور جاي مع هذا المحور، عندنا هذا المحور كمان جاي مع هذا المحور، فنقطة الالتقاء ها هي وما في اي ازاحة صايرة هون، حتى الخطوط جاي فوق بعضها تماما. هلا بدنا نعمل اللي قلنا عليه، انه مشان تكون اللون هون رمادي فاتح. في عنا شغلة انه قلت نكبس اختصارات، انا جيت اكبس اختصار ال VV اما ما اشتغل واعطاني الخطأ اللي سمعته. هذا سببه انه اللغة المعمولة هون كانت عربي، يعني انا بكون عامل لغة عربي وبيجي اكبس الاختصار ما بيرضى ياخذ الاختصار، لازم تكون لغة اجنبية. كبسنا ال VV طلعت هاي النافذة، قلنا له امبورت ورحنا على الامبورت 3 هذا وقلنا له شو صح، قلنا له اوكي، صار عنا بهذا الشكل. هلا بنرجع لهون بدنا نشوف كيف في جدران صايره ونمشي عليها مشان نشتغل، والاعمده نفس الشيء. طبعا نحن ما لنا مضطرين نعمل اعمده جديده وجدران جديده، ممكن الجدران الموجوده من تحت نحسن، يعني المشتركه بين الشكلين نحسن نطالع على فوق نفسها، خليها توصل للطابق الثالث. هي لانه هلا واصله عند الطابق الثاني، يعني عند ارضيته، فخليها توصل لعند الطابق الثالث، وبالتالي هي بتصير موجوده هون. مثل مين؟ إذا رحنا وقفنا في 3D نلاحظ مثلا إنه عندي هذا الجدار، هذا بيستمر للطابقين، فنحن من هون فينا نقول له إنه يوصل لعند الطابق الثالث. عندي كمان هذا الجدار كمان مستمر للطابقين، بنقول له على الطابق الثالث وهكذا. نشوف شو هي الجدران المستمرة هاي إذا حبينا نشتغل هيك. كمان إذا حبينا نرجع نعمل جدران جديدة للمسقط الفوقاني كمان ممكن، ما فيها مشكلة، وحسب الشغل اللي بده يصير بعدين احنا ممكن نحدد انه هيك افضل ولا هيك افضل. يعني ممكن انا اضطر انسخ طابق معين، فلما راح اجي انسخه ولا لا هذا راح يمسك معه جزء من تحت، فلما راح يكون عندي فكرة انه بدي انسخ طوابق كتير فلا يفضل انا اني اعمل كل طابق الجدران، حتى لو تكررت الجدران فوق بعض، يعني حتى لو كان هذا جدار فوق وهذا جدار تماما، معلش نعمل هذا طابق لحال وهذا طابق لحال. ممكن تواجهنا احيانا حالات انه الجدار مستمر جزء منه لفوق وليس كله، مثل مثلا عندنا نحن حاليا هذا الجدار، هذا الجدار بضل على الطابق التحتاني ما بيستمر لفوق، لهيك نحن رح نعمل بس تحت. في عندنا هذا الجدار، هذا الجدار بيستمر جزء منه لفوق، كيف رح نشوفه؟ رح نشوفها بمسقط 2 هون، نلاحظ كيف صاير الجدار هون ماشي بس هالقد. اما بالمسقط الرقم 1 كان الجدار موجود على كل البعد هذا من المحور للمحور، كان جدار بس فوق صار في تراجع بسبب البرندة، فصار الجدار عندي بس من هون لهون. راح نشوف كيف راح نتعامل مع هيك حالات. نحن بهيك حالة ممكن نخلي الجدار لحاله بس هون، ونعمل جدار جديد يكون من الطابق الفوقاني، يعني من الطابق هون لهون بس، مثل هذا ما مثل هذا الجدار، مثل جدار جديد راح ننشئه هلا. إذا رحت قفل 2 قلت له أمر أركتكتشر وول، وتأكدت من الباسيك وول إنه 300 ملم من الفاميلي، وجيت حطيت جدار من هون لهون. طبعا هو عم ياخده مع السنتر لاين، ممكن نحنا نعمل له إزاحة بهالطريقة. هالشكل ممكن نحذفه ونرجع نعيد أمر الأركتكتشر وول، نحدد وول سنتر لاين ناخده من هون لهون. هلا بهالحالة صار عندي الجدار
طبعا هذا متأكد من إعداداته إنه يكون واصل لأنه الطابق طبعا مثل ما أنا شايفين هو واصل، بس متأكد من هون إنه هو من الطابق الثاني للطابق الثالث. الثاني طبعا رقم اثنين، يعني باعتبار إنه في صفر هو الخارجي تبع منسوب الرصيف والواحد هو منسوب الأرضي، فهذا واصل الجدار من الطابق الثاني مثل ما أنا شايفين عند الطابق الثالث. فينا نشتغل بهالطريقة ونكفي بعدين يعني طبعا باقي المسقط، وفينا الجدار نفسه نشتغله بطريقة انه يكون هو مستمر لفوق. كيف راح يصير هذا الشيء؟ اول شيء في عنا مشكلة هون، راح نشوف الخلل من وين. راح نروح نوقف بطابق رقم واحد ونشوف الجدار هذا ازاح لفوق، هنعمل له ازاح لتحت، نعمل هيك، هلا صار نازل لتحت عادي. هيك نبدأ الجدران، طيب تمام. نلاحظ انه هذا الجدار كمان تحرك مع الجدار الفوقاني، يعني انا لما حركت هذا الجدار نشوف كيف الجدار الفوقاني عم يتحرك معه، لانه في مثل ارتباط بيناتهم. لذلك احنا المفروض يعني وقت اللي نشتغل ننتبه على هيك نقاط، حتى يعني ما بس الجدار هو يتحرك والمسقط كمان عم يتحرك معه. لذلك نحن المفروض نعمل هلا نوقف الطابق الاول او نوقف الطابق الثاني. راح نتعرف على شغله اسمها الاندرلاي. اذا رحنا من هون نلاقي في عنا هون الاندرلاي، طبعا بدنا نكون ما محددين شيء ابدا، يعني ما بدي يكون ماسك شيء، بدي يكون هون، فهي خصائص بتكون لها علاقه بالفيو. فبنزل لتحت بلاقي قائمه اسمها اندرلاي، بكبس فيها من اول خيار بحسن انا احدد هون المسقط اللي بدي اشوفه بشكل شفاف. يعني اذا كبست رقم واحد وقلت له ابلاي، فبيطلع عندي المسقط التحتاني، تمام. المسقط التحتاني بصير مبين عندي. طبعا هون عم يتداخله المسقط اللي كنا مشتغلينه اللي نزلناه من اوتوكاد، راح احذفه هلا مؤقتا. طبعا لما نجي نحذفه بيكون عامل بين، هو ما بخليني احذفه، لذلك انا يا بلغي البين من هون يا بقول له انبين من هون، وبعدين بصير فيني احركه او احسبه. هيك انا حذفته. فهلا بنشوف كيف عنا هذا الجدار، بعمل له ازاحه، هو المفروض يكون واصل لهم. بنعمل كاترون زد عشان نرجع المسقط، فراح نعمل له ازاحه للجدار انه هون تحرك لهي الجهه. بنلاحظ انه المسقط كمان عم يتحرك معه، كمان راح نحدد هذا الخيار ونقول هذا يجي لهون. هيك بتكون طابعه المسائط فوق بعضها، والاندرلاي ما بدنا اياها، نقول له نون، نقول له ابلاي. فهلا هيك صار الوضع تمام. اذا رحنا على 3D لاحظ انه منطقة الجدران فوق بعضها تمام. طيب طبعا الخط اللي طالع هون هو خط دراب زوم تبع البرندة. هلا هاي طريقة أولى قلنا مشان نحل مشكلة إنه كيف الجدار كان من تحت نصه استمر لفوق بس ما استمر كلياته، لأنه نعمل جدار أول وجدار تاني، يعني يكون الجدارين منفصلات عن بعض ما في اتصال بيناتهم. راح نشوف هون نطبق طريقة تانية اللي هي بتسمح بإنه يضل الجدار متصل من تحت لفوق، ومع هيك يكون في هذا جزء مشيول من هون، مثل ما إذا افترضنا إنه هذا جدار واحد كان في جزء مشيول من هون. في عنا بالريفت شيء اسمه ايديت بروفايل للجدران، لارضيات، لاسقف، اي شيء له سكتش في له ايديت بروفايل. فنحن ممكن نكبس للجدار ايديت بروفايل، فبنلاحظ انه فتح لي نافذه فيها اطار زهري. هذا اطار الزهري هو اطار الجدار. نحن فينا نتحكم بهذا الاطار من خلال ادوات الرسم الموجوده عندي هون، فينا نرسم بقلبه اداه. المهم الفكره انه يكون مغلق، يعني اذا بدي ارسم بقلبه شيء رسمي استخدم دائره مثلا هيك، فهاي الدائره الرسميه طبعا على المستوى الازرق الموجود هون، مستوى السماوي الشفاف. اي شيء راح ارسمه راح يرسم علي لانه هذا هو مستوى الجدار. ممكن ارسم قطع كمان، ممكن ارسم اي يعني اي شيء بدي اياه. اعمل تشكيلات مختلفة، وبالنهاية طبعا مثل ما قلنا لازم يكون مغلق.
في فكرة هون انه هلا هاي الدائرة صارت متصلة مع هذا، لهيك انا لازم ازح عنها شوي عشان يصير اشكال مغلقة واضحة. هون طبعا ما في اتصال، يعني ما في تماس. هاي قطع كنا رسمناه معنا هنا القمر، بعدين فرضا هيك قلت له اشارة صح، فبلاحظ انه جدار عندي صار مقسوم بهذا الشكل. طبعا هدول تفريغات، يعني هذا ما في ازاز هون او شيء، رح نتعرف بعدين كيف ممكن يكون هذا ازاز او شيء او جدار تاني مثلا. هلا النقطة اللي عم نحكي عليها هي نحن بدنا نفرغه من هون بس ما بدنا ناخذ التشكيلات بقلبه، لذلك رح نحذف هاي الاشكال ونجي لهون ونكبس فرونت مشان نشوفها من الواجهة تماما، يعني مشان يكون الوضع مستقيم ما في اي تشوه. نختار من هون، اخذنا امر لاين ومن هون كبسنا نقطة، نقطة تاني. طبعا نفعل امر تشين لهيك عم يرسم هو خط مستمر، قلنا له هون النقطة التانية. هلا هذا الخط لازم يرجع، يا برجعه بهالطريقة يا بحذفه وبرجع برسمه من هون لهون من اول وجديد، يا اما في عندي امر تريم اللي هو هون اختصاره تي ار، بيدمج هذا مع هذا، يعني اذا كبست هذا الاول وهذا الثاني فهو هلا صار عندي الخطين من هون لهون، هدول هني عم يعملون خلى نهاياتهم تتصل مع بعضها. كمان نفس الشيء رح طبق هون امر تريم بين هاد وهاد، وبالتالي نهايتهم اتصلت مع بعضها. هدول اثنين معمول بيناتهم امر تريم، ما في داعي يمكن ما مبين كتير الخطوط لانه في وراها الجسم هداك، لكن رح ارجع طبق امر تريم هون اذا كان انا عندي هذا الجدار هيك عامل الخط عفوا، ففينا اخذ امر تريم طبق من هون لهون امر تريم، فبصير هو بهالطريقه بيوصل النهايات مع بعضها. طبعا امر تريم بيختلف عن امر تريم بالاوتوكاد، يعني بيختلف بالآلية العمل. في عنا أمر إكستند، أمر إكستند يعني إذا كان عندي خطوط هيك بهالشكل وبدي هذا الخط يوصل لهون بدون ما هذا الخط ينقص، فبعمل له أمر إكستند، بحدد الخط اللي بدي إياهم يوصلوا لعنده، بعدين بحدد الخطوط الثانية اللي بدي إياها مشان تصير تروح لعنده عادة. هلا هيك بكون أنا نهيت البروفايل أو الإطار تبع الجدار، وقول له إشارة صح، فبلاحظ إنه الجدار عندي شو صار؟ مقصوص من هون مفرغ بهاي الطريقة محل ما بده يجي الجدار الثاني، ويجي هون باقي برنة. طبعا هذا الجدار اللي هون كيف نعمله، كمان نوقف بالطابق الثاني نختار architecture wall، نجي لهون نختار جدار عادي، طبعا نكون تأكدنا من الفاميلي الموجودة، نتأكد من الارتفاعات من الطابق الثاني للطابق الثاني او من الليفل 2 للليفل 3 تمام. فمثل ما انا شايفين صار عنا هلا هذا الشكل. طبعا بنكفي باقي الاشكال، جدران داخلية او خارجية، على المسقط رقم 2 بنوقف فيه، بصير بنشتغل على المسقط الموجود عندي، نتأكد من ارتفاعات الاعمدة، ممكن بس نعمل لها تغيير ارتفاعات، يعني ما في داعي نعمل اعمدة جديدة لانه هي نفسها بتستمر، فلذلك انا ممكن نفس الاعمدة الموجودة عندي بالطابق الاول نحددها، تعلمنا كيف نحددها، نحدد نافذة، ممكن نحدد كل شيء موجود عندي ونحدد فلتر، نختار بس الستركشر كولوم، نشيل الوولز ونقول اوكي. فاول اختار بس الاعمده واجي اقول له انه الارتفاع تبعي وصل لعند الطابق الثالث، هيك بالتالي راح نشوف انه صار عندنا الاعمده شو طالعه لفوق واصله للسقف الاخير. طبعا في عندنا هون منطقه انه نحن ما بدنا اياها الاعمده توصل لعندها، هون بالمسقط الثاني اذا وقفنا نلاحظ انه ما في عندي اعمده هون، المبنى انتهى، هاي الاعمده جديده، يعني بالرسمه الاصليه هون بالاوتوكاد تبعت اوتوكاد ما في اعمده، لذلك نحن ممكن نحدد هدول الاعمده الثلاثه ونقول له هاي الاعمده خليها تكون للطابق الثاني بس، باقي الاعمده بدي اياها تستمر. طبعا هون في عنا عمودين كمان ما بدنا اياهم يستمروا، كمان بحددهم بقول له للطابق الثاني. هلا صار عنا هذا الشكل. النقطة الثانية اللي رح نحكي عليها هي نقطة الأرضيات، طبعا مثل ما احنا شايفين الشكل ناقصه أرضيات، الأرضيات أساسية بالمشروع. أرضيات رح نبلش أول شيء بأرضية الطابق الرقم واحد، الطابق الأول يعني اللي هو الأرضي. جينا لهون بدنا نحط الأرضية، أمر الأرضية هو الفلور، هاي الموجودة هون. أخذنا أمر فلور فتحناه لقينا طلعتنا هاي الأدوات، طلعت هون أدوات الرسم اللي كانت موجودة كمان بالجدار، لكن الفرق إنه أنا هلا بدي أرسم سكتش للأرضية، أما هنيك بالجدار كنت بس عم برسم الخط تبع الجدار وهو لحاله عم يتأنشأ. اما هون عندي ارسم، بدي ارسم سكتش الارضيه، الاطار المحيط الارضيه. مثلا اذا عملت دائره جيت رسمت هيك فهي راح تكون عباره عن ارضيه،
ممكن يكون نفس الأمر في أكثر من أرضية. يعني أنا ممكن أخذ أرضية تاني، أرضية ثالثة، مربع أو مستطيل، قطع، هاي كلها راح تطلع هلا أرضيات عندي بنفس الأمر. يعني إذا كبست إشارة صح إنه أنا انتهيت من رسم سكتش، نلاحظ إنه أنا عندي هاي الأرضيات بحددها بأمر واحد، يعني بس كبسها وحدة بيجوا كلياتهم بيتحددوا، لأنه هدول ما أرضيات منفصلة، هاي أرضيات متصلة بنفس الأمر. وإذا حبيت أعدل على البروفايل تبعه مثل ما شفنا تو يوم مسكنا جدار كان في له إيديت بروفايل، كمان هاي الأرضيات لما بمسكها لاقي في لها إيديت باوندري بدل بروفايل، أنا بحسن أعدل من خلالها. طبعا إحنا ما بدنا هاي الأشكال، بنرجع نوقف بالمسقط. بنلاحظ هلا إنه أنا فاتحه للبروفايل لساته تبع الأرضية، يعني إذا حبيت أروح آخذ أمر تاني ما بيشتغل، لازم يا أكبس إكس يا أكبس صح. بنروح طبعا على مسقط رقم 2 أو 1 مشان نرسم أرضيته، ونبلش بأدوات الرسم. في بدل ما نرسم بإيدنا لاين ونبلش نرسمه من هون هيك نمشي على كل الجدار، في عنا هون أمر بيك لاين، في عنا أخذنا حكينا عنه قبل مرة إنه هو بيمشي فوق الخطوط، يعني إذا أنا هلا كبست فوق هذا الخط فهو راح يعمل لي لاين زهرة فوقه، أو هو حرف سكتش. إذا كبست هون بنلاحظ كيف عمل لي إطار دائرة محيط بهذا الرقم، يعني مش بيمشي فوق الخط تماما. نعمل كاترو زد نتراجع. نحن بدنا نمشي على احراف الارضية، طبعا مع انهم في برندا فالارضية تكون مستمرة او تراس، يعني تكون مستمرة على التراس. هون كمان تكون الارضية مستمرة لعند الدراج، هون تكون واصلة هون. طيب فينا نعمل بيك لاين. في عنا امر تاني هو بيك وولز. بيك وولز بياخد فوق الجدران تماما، يعني اذا بس بيلقط جدار بدال اللاين، اللاين بياخد على الخط اللي انا عم بكبس عليه، اما الجدار فهو بيلقط على الجدار حسب انا شو بدي، اذا بدي اخده داخلي او باخده خارجي، بكبس هون بصير خارجي، بكبس هيك بصير داخلي. لكن الفكره هو بيمشي على الجدران وبيعمل تريم فورا لحاله بين خطين الزهريات، لانه مثل ما قلنا هو لازم يكون خط مغلق، خطوطه نظيفة، احرافه نظيفة، يعني ما بده يكون في هيك طالع من هون هذا الخط الزهري وهذا من هون، ما بصير، لازم يكون الزوايا نظيفة والتقاء الخطوط لازم يكون ما فيه تداخلات او بروزات، لازم يكون التقاء نظيف. فنحن راح نستخدم، ممكن نستخدم امر بيك وول، ممكن نستخدم امر بيك عادي ما في مشكلة. اذا عملنا بيك عادي بدنا نعمل تريمات بعدين للزوايا اذا كان في مثل هيك حالات. طبعا هون بنخلي الأرضية معلش، يعني إذا كان في تفاصيل فيفضل الأرضية تمشي هيك بهالطريقة تماما، أكيد ما راح تحط الأرضية بالعمود، أما إذا ما كان في تفاصيل فما في مشكلة. المهم نحنا نعمل الخطوط الأساسية، يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار إنه بعد شوي نحنا رح نعمل تريمات. مثلا هون انتهى الخط الزهري عند هاي النقطة، وهذا الخط الزهري مستمر هيك، فما اجيت عملت خط زهري جديد حطيته هون، لا خلص خط زهري واحد بكفي، عشان هلا بدي اعمل تريم بين هاد وهاد، فبصير هذا بيستمر لعند هون وهذا بينتهي هون، بصير وضع تمام. طبعا هون نحن قلنا من الارضية تطلع، هلا مبدئيا رح نخليها تستمر هيك، نشوف شو رح يصير معنا بعدين. بدي خط هيك كمان، هون بدي خط، هون بدي، يعني انا عم بشتغل على اساس التريم اللي بدي اعمله. هلا اخذت امر تريم، لسه ما انتهى الامر وما كبست اشاره صح، اخذت امر تريم لاختصار وتي ار، وبلشت ادمج بين الجدران. طبعا دمجنا هذا مع هذا، بده يصير عندي جدار هيك او الاطار تبع الارضيه هيك، فما في داعي لهذا اللي هو نتج عن هون، فانا بدي اعمل تريم لهذا مع هذا. بنلاحظ كيف صار من هون ما موجود، بدنا تريم لهذا مع هذا، هدول اثنين نعمل لهم تريم تمام، هدول اثنين كمان ما فيهم شيء، هذا مع هذا، هذا كمان تمام، هذا كمان تمام. راح خلي واحد يطلع يكون فيه مشكلة مثلا من هون هيك، فرضا انا هذا نسيته ما شفته، يعني انا عم اشتغل اشتغلت عادي بالي انه صار الموضوع كله تمام خلصت، جيت اكبس اشارة صح بيجي هو بيعطيني خطأ انه في شيء بالخطوط ما نظامي، يا يعني بيكون في خطين فوق بعض او في زوايا ما انا معمول لها تريم. فانا بلاحظ انه حط لي لون برتقاني على الخط اللي فيه مشكله، فانا بقرب لهون بلاحظ كيف هدول برتقانيات، هون في عنا مشكله صارت، وبالتالي فورا انا بعمل امر تريم، باخذ هذا مع هذا وبقول له اشاره صح، فبيسالني اذا بدي ادمج الارضيه مع الجدران، انا بقول له لا،
ما في داعي يعني، إذا حبيت أدمج ممكن أدمج بعدين. هلا في سؤال إنه أنا ليش عملت الأرضية الإطار تبعه هو الحرف الداخلي للجدار، ما عملته لعند الحرف الخارجي؟ طبعا نحن يعني ناخذ بعين الاعتبار هاي النقط حسب نحن شو بدنا نشتغل. إذا بدنا نشتغله خارجي ممكن ساعتها بيصير يطلع عندي يبين الأرضية بال 3D بالمنظور، بتصير الأرضية تبين من هون، الحرف تبعها بيصير يبين إلا إذا دمجناها مع الجدار، لكن ممكن هي تعمل شوية مشاكل. لهيك نحن إذا ما لنا مضطرين يعني، إذا ما كان في شيء تفصيلي بدنا إياها أو شيء معين، بنخليها على الجدار الداخلي. هلا نرجع للمسقط نفسه لحتى نشوف كيف بدنا نمسك الأرضية. يعني إذا رحت على 3D بلاقي الأرضية صارت عندي هاي هي لونها رمادي، قبل الأرضية كان لون أبيض لكن بعدها صار لون رمادي. عم بكبس أنا كاترول زد مشان رجع فات لأمر الأرضية يعني مشان نشوف كيف كان أبيض. هلا كيف بدي امسك هاي الارضيه؟ طبعا من هون فيني امسكها بال 3D بهالطريقه هاي، ممكن اعمل مقطع امسكها منه، لكن انت شوف المسقط انا اذا حبيت امسكها وانا واقف بالمسقط كيف ممكن امسكها. ليش عم اقول انه كيف ممكن امسكها يعني من عاده؟ لانه صار في خطوط فوق بعضه، تمام؟ يعني صار في خط الجدار عم يمشي فوق خط الارضيه كمان. طيب انا كيف ممكن اصير امسكها الارضيه؟ هلا ماني شايفها، اذا جيت امسك الجدار عم يمسك مع الجدار. هون اذا اجيت امسك العمود ما عم ياخذ غير الجدار، هون اذا اجيت امسك العمود كمان عم ياخذ الجدار. طبعا هون الجدران مستمرة بداخل الاعمدة، احنا قلنا ممكن نعملهم هيك او ممكن نوقف الجدار هون ونرجع نخليه مستمر. كمان ما في مشكلة نشتغل على كيفنا حسب شو نحن نعمل بعدين. اذا بدنا نخفي الاعمدة فلا يفضل تكون الجدران مستمرة، اذا بدنا نخلي الاعمدة موجودة فنخلي الجدران توقف هون بعدين نرجع تستمر وهكذا. طيب نحن اذا بدنا نمسك الارضيه هون في عنا الكبسه موجوده بالكيبورد، كبسه تاب. كبسه تاب اذا كان في كذا عنصر جايين فوق بعض وخطوطهم فوق بعضها، انا بكبسه تاب بحسن اختار كذا واحد مشان نقي بيناتهم مين بدي امسكه. يعني انا هلا حطيت المؤشر الماوس هون، هو مين مختار؟ مختار العمود، لكن هون محل الماوس شو جاي خطوط؟ في عندي خط الجدار مارق من هون كمان، بالإضافة إنه الأرضية اللي عملتها من شوي كمان مارقة من هون. لهيك أنا راح أحط الماوس هون وأكبس تاب، بنلاحظ كيف هو هلا حدد الجدار. أنا ما كبست شيء غير تاب، كبسي وحدة، كبسي تاب تاني لاحظ هلا هو يختار الجدار بشكل ممتد. إذا كبست مرة ثالثة فهو هلا اختار الأرضية، بنلاحظ إنه كيف صار الإطار عندي بهالشكل الأزرق، فهاي إطار الأرضية. إذا رجعت كبست تاب ما عاد في شيء، كبست تاب مرة ثانية أخذ العمود، الجدار بشكل مستمر، الأرضية. فأنا هلا لما وأنا عم بكبس تاب لما بياخذ أرضية ساعتها بكبس بالفارة كبسي، بحيث أنا هلا هيك حددت الأرضية. حددت الأرضية شو بدي أعمل؟ رجعت له إيديت باوندري مشان ظبط التراس الموجود عندي هون، ممكن نكبرها لهاي هيك. طبعا نحن هلا التراس عندنا صاير هون حرفه، لذلك نحن بدنا نضطر نعمل هون خط جديد لاين اللي هو هيك، ونيجي لهون. كمان هيك رح نلاحظ انه في عنا ممكن انزياح شوي بالخط، لهيك ممكن اعمل له align هذا مع هاد هون. الخط تمام ماشي، يعني ماشي مع هذا الحرف. هون عنا ممكن يكون بده لبرا شوي ازاحة لانه هاد رابزين، كان زودته شوي. كيف عم زيح؟ انا عم حدده للخط مثل ما اخذنا من قبل، ضل كابس على وبينزل لتحت شوي، او من خلال الاسهم كمان ممكن نحركه، او من امر موف نفس الادوات تماما. هلا هون بدي اعمل تريم بين هاد وهاد عشان يصير هيك، هاي راح احذفها. عندي هون بدي يكون في خط تريم بين هون وهاد لانه صارت هاي هي الارضية هيك عم تمشي، هذا ما عاد له داعي راح احذفه. هون ما عاد في شي خطوط، هاي هي الارضية تبعته. في عنا تحت كمان هون بدنا نرسم ارضية بهذا الشكل هون مستمرة طبعا يعني مع هاي الارضية، لذلك انا باخذ امر لاين وبلش كمان ارسم من هون لهون. طبعا
طبعا يعني نحن عم نشتغل شغل تصميمي حاليا، انه ما عم ندقق الارضيه صارت الاعمده بقلبها او صارت مفرغه من الاعمده او شيء، لا معتبرينها ارضيه كامله، يعني بغض النظر عن موضوع التداخلات اللي ممكن تصير بقلب الارضيه او التفصيلات التنفيذيه. هلا نحن هون رح تواجهنا مشكله، انه انا اذا عملت تريم بين هذا الجدار، بين هذا الخط وهذا الخط، رح يلتغى كلياته من هون. يعني اذا عملت تريم من هون لهون التغى كل هذا الخط، وطلع لي خطا هو انه العنصر هاد او الخط هاد كان متصل مع اللاين اللي هون مع الخط. انت لما عملت له تريم فصلته، بدك يعني افصله، فانا فيني اقول له انجوي انجوين، وبالتالي يعني هلا هيك هو فصله ورضي عادي انه يصير التريم. لكن انا ما بدي اياه هيك تريم، يعني فيني ارجع ارسم هون لاين جديد طبعا عادي، بس بدنا ناخذ نحن اداه بدال ما نستخدم امر تريم. هذا اذا اجينا نحدده بنلاحظ انه هو خط واحد كلياته، انا هيك رسمته من شوي. كيف فينا اسمه يصير خطين؟ في عنا هون اداه السبليت، اذا اخذناها نشوف سبليت اليمنت اختصار اس ال، اذا اخذناها بنلاحظ انه هو اللي عم يحط لنا مثل قطع للجدار، نختار المنطقه اللي بدي اقطع فيها، ممكن اختار هون، بعدين بكبس اسكيب او موديفاي، وبيجي لهم لا انه هذا صار خط لحاله وهذا صار خط لحاله. هلا باخذ امر تريم، بعمل هاد مع هاد، هاد مع هاد، وهيك صار عندي بشكل مستمر بهذه الطريقة. هيك المفروض صارت الأرضية تمام، والمحيط تبعها جاي على الخطوط النظامية. قلنا له إشارة صح ولا لا؟ هيك صار عندي الأرضية تمام. نروح نشوفها بال 3D، طلع لي نافذة التسكير عم نحكي عليها بالعادي، إنه بتطلع هي كل شوي تمام مثل ما أنا شايفين. هاي الأرضية عندي. هلا الأرضية التانية بدنا نشتغلها هي أرضية الطابق الفوقاني. طيب أنا فيني أنسخها نسخ بدل ما أرجع أعملها من أول وجديد وبعدين أعدل عليها، فيني أنسخها نسخ من خلال إني أمسك الأرضية وأقول له كوبي من هذا الأمر، بعدين ما أكبس بيست فورا، أختار من السهم Align to Select Levels، أختار الطابق اللي بدي إياها تنتسخ فيه. طبعا أنا بدي إياها توصل على الطابق الثاني، لذلك رح نختار رقم 2. اذا بدي اياها تتكرر على شي 4-5 طوابق ساعتها بحددهم كلياتهم، اما بكبس الاول وشيفت الاخير او من خلال كاترول ممكن نحدد اكثر من واحد. لهيك نحن هلا بدنا اياها بس توصل على الطابق، بس تتكرر للطابق الثاني، قلت له اوكي. طبعا التكرار بصير فوق الارضيه تماما، يعني مثلها بالضبط، بكررها بنفس الاحداثيات بالنسبه للطابق، وبحطها بالطابق اللي انا بدي اياه. هلا بنرجع نوقف الطابق رقم 2 اللي هي صارت الارضيه فيه، بنقول له ايديت بروفايل، بنصير بنظبط الاحراف الجديده. هون صار في عنا برنده احرافها لتصير هيك، هون في عنا برنده هون، هون بدي التغى هذا الجزء، في عنا يعني هون برنده كمان تتظبط بحيث تصير هيك الارضيه تبعيتها تمام ماشي على الحرف. في عنا عده تعديلات يعني لازم نعملها بحيث تصير الارضيه تبعت المسقط الفوقاني كمان تمام. حاليا رح نتجاوزها، نحن تعلمنا كيف نعمل هاي الشغلات. طيب طبعا اذا حبيت هون في عندي تفريغ كمان، اذا بدي اشتغله انه هون في دراج، اذا رجعت وقفت مسقط ثاني هون في عندنا دراج، لذلك مفرغ هذا الجزء ما فيه شيء كلياته. اذا حبيت انا افرغه لهذا فورا من خلال طبعا اني احذف هدول الخطوط واحذف هاد كمان، هون ما عاد في داعي لهي الارضيه لانه هون بيجيني سقف، هذا الخط ما عاد له داعي كمان. فعندنا هذا نحن الخط ممكن يستمر لعند الدراج، طرف الدراج اللي هو لهون، ممكن الجدار مزاح شوي نعمله لهون، وعندنا الارضيه تستمر معي هيك. فنحن ممكن ناخذ امر بيك ونرجع لعند الضلع اللي هون او حرف الدرجات، بعدين كفي الارضية لهون، بعدين كفيها هيك بحيث هلا هيدا تمشي بهالطريقة. يعني عملنا تريم، اخذنا هاد مع هاد، اخذنا هاد مع هاد، هذا عمله تريم مع هذا النظامي، هذا مع هاد، وهاد مع هاد. بامر التريم في عنا شغلة، نحن انه اذا كبسنا اول مرة فهو يحدد الضلع الاول، عم يستنانا يحدد الضلع الثاني. اذا كبست برا بيروح التحديد على الضلع الاولى، فبدي ارجع لازم احدد من اول وجديد الضلع الاولى والضلع الثاني. نلاحظ انه هلا هو ما عم يحدد الضلع الثاني، ليش؟ لانه معمول التريم بيناتهم فورا. فاذا انا كبست على هاي الضلع، جيت اكبس هون وما اخذ،
ما بروح بكبس هون بختار اختيارين جداد، لا بكبس اول كبسي لانه راح يروح التحديد عن هون، ثاني كبسي هي اللي بتخليني اختار اختيارين جداد. طبعا كمان هون تريم نحن كلنا عملناها. هلا طبعا هذا الاختيار اللي هون نحن ممكن ناخده لعلى التعيين، انه حتى نعمل الدرج بعدين نرجع نعدل الارضيه بحيث تكون جاي مع الدرج تماما، وبعدين نقول له اشاره صح نو نو. فصارت عندي الارضيه بهذا الشكل ما انا شايفين مفرغه بالنص، من هذا الجزء مفرغه ما في ارضيه عندها. اذا رحنا شفناها بس 3D بنلاقيها صارت عندي بهذا الشكل، بين علينا كيف هي مفرغه. نعمل باقي الجدران والجدران الداخلية والخارجية كمان بحيث يصير الشكل عندي كامل بالنسبة لهاي العناصر. هلا النقطة اللي رح نحكي عليها هي نقطة ضراب زينات، انه انا عندي هلا البراندات هدول مثلا، عندي هاي الحرفين اللي هون، عندي هاي البراندة كلها، هاي عن التفريغ الموجود هون كمان، هون الميزان مثل الميزان صار صغير بده يكون كمان كلهم لهم ضراب زينات. امر درابزين او الريلينج موجود هو عندنا يعني بقاعه الكريتشر، هذا هو الريلينج. طبعا وقفنا بالمساط الاول مثلا عشان نحطهم فيه، اخذنا ريلينج فيه مثل ما شفنا النافذه نفسها عم تطلع، اوامر رسم السكتش. امر الريلينج بيحتاج من اني ارسم له سكتش، فانا راح ارسم له سكتش من هون. لاحظ انه الخط ما انه مستمر، ليش؟ لان امر تشين ما انه مفعل، احنا لازم اذا بدنا اياه يكون مستمر بنفعل امر تشين بنرجع مكفي الرسم. طبعا ما في داعي هلا في حاجه للاستمراريه لانه ممكن انا اكون بدي انهي. على فرض هون ما في دراج حاليا، يعني رح نخلي الريلينج يستمر وبعدين لما ناخذ امر الدراج وهيك بنرجع نقسم الريلينج ونشوف كيف ممكن نعمل. لاحظ انه الخط انتهى لقدام شوي، يعني ما في مشكلة هلا بس نخلصه نعمل ازاحة. هلا بنزيح هذا الخط شوي هذا الشكل. تمام هلا هيك صار الريلينج موجود عندي. في فكرة اساسية بالريلينج انه لازم يكون خط مستمر واحد فقط، يعني هلا اذا جيت عملت البرندة الثانية مثلا هون او دراب زون ثاني هون مثلا ونهيته مثلا هيك وجيت له اشارة صح انه خلصت فما بيرضى، بيقول لي انه لازم يكون في عندي فقط سكتش واحد او خط متصل واحد سواء مغلق او غير مغلق، لكن هو لازم يكون خط واحد فقط، يعني منكسر معلش متصل فيه عدة خطوط منحنيات، بس المهم خط واحد مانو عبارة عن اجزاء منفصلة عن بعضها. هلا خلص هذا الخط، قلت له اشارة صح انه هذا خلص صار جاهز. بعدين جينا لهون اخذنا ريلينج ثاني كمان، قلنا اذا ما بدنا نرجع لهاي القائمه نحن فينا ناخذ، كنا محددين لهذا الريلينج فينا نقول له كرييت سيميلار اللي هي هذا الامر. كمان جينا لهون اخترنا مثلا طريقه الريلينج الاول، انا ممكن هلا طبعا ما فينا نعمل الثاني مثل ما قلنا لازم ننهي واحد واحد، ممكن هلا نمسك هذا الريلينج بما انه ماسكينه نطبق امر ميرور، منين راح ناخده من نص هذا الضلع. اذا قربنا لهون بنلاقي عم يحط اشاره المثلث هاي سناب، حددنا المحور اول نقطه فيه وهي ثاني نقطه فيه، فهو عمل له ميرور فورا مباشره لهون. بنلاحظ انه الريلينج في له هون شيء اسمه بيس ليفل كمان وبيس اوفسيت، في اوفسيت فروم بس تتحكم فيه من خلال الخط المحور الزهرة اللي كنا عم نرسمه. إذا حبينا نرفعه عن الأرضية أو ننزله عن الأرضية ممكن كمان نتحكم بالبيس أوفسيت، إذا حبيت أنه له طابق تاني نتحكم فيه من هون كمان فينا نتحكم فيه للطوابق اللي بدي إياها. وفي عنا فكرة الهوست أنه هو لأي هوست تابع للأرضية طبعا اللي إحنا عم نشتغل عليها. الريلينج يعتبر انه بده هوست يعني يستند عليها ارضية مشان او درج ممكن يكون مشان يستند عليها. طيب اذا رحنا شفناها بال 3D بنلاقي صار عنا هذا الشكل اللي هو درابزينات، هاي صار عنا درابزين هاي. كمان نحنا فينا ننسخه لدرابزين لفوق عن طريق امر كوبي بيست الاين سيكت ليفل، بختار الطابق الثاني فبنلاحظ انه صار عندي درابزين موجود
فوق. اذا كان في شيء بالتعديل ممكن اعدله. طبعا الدرابزين تبع الطابق الفوقاني ما هو هيك، البرندة عم تمشي بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين، ممكن لا نشوفه بالمسقط شكل ارضيه لازم تتعدل مثل ما قلنا عشان يصير الحراف عنده هي هون، وبالتالي هذا الدرابزين ما فينا نسخه لفوق، لازم نعمل درابزينات جديده فوق. كمان عندنا هون درابزين. طيب نحن بامر الدرابزين في عندنا الفاميلي، بعد ما اخترنا بعد ما عملنا درابزين ممكن قبل ما نعمله من الاول نحدد نوع الفاميلي بدنا نشتغل عليه، لكن احنا هلا على فرض عملناه قررنا بعدين انه نغير الفاميلي، بنفوت على الريلينج نختار في عندنا ثلاث انواع الفاميلي هون، اذا كان عندنا مكتبي ممكن ندخلها الفاميلي لقلبها كمان، وبنلاقيهم موجودات هون، اخترنا الجلاس بانيل سلام الجلاس بانيل ولقينا صار درابزون شكله بهذا الشكل الزجاجي والمعدنين الموجود عندي هون. هذاك طبعا ضل على حاله لانه نحن لازم نحدد ونغير الفاميلي العناصر اللي محدده، يعني اذا بدي اغير كلياتهم فلازم احددهم كلياتهم واجي اغير الفاميلي لإلهم. طيب النقطة اللي بعد الدرابزين راح نحكي عليها هي نقطة الأبواب والنوافذ والفرش. طبعا هاي تقريبا كلياتها نفس الطريقة، بس اللي بيختلف انه محل المكتب اللي عم نفوت عليها نختار الباب او النافذه او قطعه الفرش اللي بنحطها. الباب من هون والنافذه من هون والفرش من هون. اول شيء بدنا ناخذ الدور، جينا نحط ابواب. طبعا الابواب العباره هي عباره عن كومبوننت مكون لازم تحتاج لهوست او حاضن تقعد بقلبه. ممكن نحطها ب 3D مثل ما احنا شايفين، ممكن نوقف بالمسقط الرقم واحد مثلا ونجي نحط الابواب. بدنا باب مثلا عادي ممكن لهي الغرفة او لهي الغرفة، نحن عندنا الابواب هون بهي الشكل، ما ضروري نتقيد الابواب نحط الابواب اللي بدنا اياها. هون بدنا باب درفتين، فنحن هون بنلاقي بالفاميلي الاصلية ما في عندنا غير فاميلي وحدة بالقائمة تبعت فاميليز، بنروح على اللود فاميلي او بنروح على مجلد الفاميلي وبننزل الفاميلي اللي بدنا اياه، نسحب وسحب لقلب الملف بنيجي بنلاقيه هون. نحن قلنا له امر لود فاميلي، هو فاتح على جنريك تلقائيا، نعمل رجوع لورا شوي ناخذ متريك نختار الدورز. في عنا هاي الانواع من الابواب ممكن نختار هذا النوع، واذا كانت عنا مكتبات تاني نختار اي نوع من انواع الدور الموجودة نقول له اوبن اوكي. فهلا بصير عندي الباب او الفاميلي المستخدم مثل ما انا شايفين هي هاي الفاميلي. اذا حبينا ناخذ ابعاد غير هيك لما النافذة طلعت تبعت اوكي ممكن نختار بعد غير الموجود من الابعاد، يعني نختار بعد ثاني ونقول له يعني نحط الباب. بنلاحظ كيف كبسنا بس كبسه على الجدار الباب صار موجود والجدار تم تفريغه عند الباب. طبعا هذا الباب اذا حبيت اقلبه بكبس مسطره بصير لبرا، بكبس مسطره بصير لجوا. الباب هذا الموجود عندي فينا انا اتحكم بخصائص العرض والطول والارتفاع تبعيته من خلال ايد التايب. اذا فت عليها لاحظوا انه هون بالخصائص تبعت فاميلي في عندي هون ارقام للويدث والهايت والثيكنس، فهاي كلياتها نحن نفسنا نتحكم بالابعاد تبعت الباب من خلالها. طبعا ما كل الفاميليز الى هاي الخصائص، يعني حسب الفاميليز المصممين ممكن يكون الى كلياتها، ممكن الى جزء من هاي الخصائص، ممكن ما يكون الى خصائص بنوب، يعني هي فاميلي مصممه بهالطريقه وما فينا نتحكم بالابعاد تبعتها او شيء. هذا كله ممكن نتعرف عليه بعدين نحن بالتعديلات على الفاميلي، اذا حبينا نعدل نحن اصلا على فاميلي معينه كيف ممكن نفوت ونعدل على الفاميلي. بما انه حكينا عن هاي النقطه هلا ممكن شيء مره بالغلط الواحد يكون ماسك الباب او يكبس كبستين على عنصر ما فيلاحظ انه انفتح عنده هاي النافذه وما عاد يعرف شو صار او شو هاي النافذه الموجوده. هذا هو لما بنكبس كبستين على شيء عنصر فاميلي بيفتح لي الملف تبع الفاميلي او بيئه الفاميلي تبعت هذا العنصر، فانا كبس كبسين على الباب ام هو اللي فتح لي ملف الفاميلي تبع الباب. لهيك انا بس بكبس اكس هون وبقول له نو لحتى ارجع من قائمه نافذه الباب هذيك لنافذه المسقط اللي عندي. هاي الفكره هي عباره عن انه برنامج الريفيت بيفتح المشاريع وقت اللي بيفتحها بقلب الملف نفسه، يعني وقت تفتح مشروعين ريفيت ما بيفتح لي هون نافذتين بصيروا في بقلب النافذه هاي. اذا كبست تصغير هون او يعني تصغير للنافذه استعاده، فبلاحظ انه عندي هون نافذه تنتين ثلاثه، هو هيك بيفتح المشاريع، يعني اذا فتحت اكثر من مشروع بيفتحهم بهالطريقه. لازم نعمل نحن استعاده مشان نصير نشوف كل النوافذ الموجوده عندي، او ممكن نحن من هون نختار النوافذ المفتوحه ونحدد اي نافذه انا بدي. طيب طبعا هون هو بنقرا الاسم نحن بنلاقي
المشروع مرحلة واحد مرحلة واحد مرحلة واحد. هاي الأرقام موجودة هون، هي عدد الصفحات لنفس المشروع فاتحة. هذا الشيء بيعمل ضغط على الجهاز إذا كان في ملف ثقيل، لهيك نحن يفضل إنه كل شوي نكبس هاي الكبسة اللي هي بتفرغ الصفحات اللي ما أنا مستخدمي هلا. يعني أنا هلا فاتح هاي النافذة، ما في داعي لنافذة الواجهة أو نافذة 3D للمشروع، لذلك نحن بنكبس هاي الكبسة فهو ضلت هلا موجودة. بس هاي إذا كبسنا هون بنلاقي في عندي بس وحدة. طبعا أنا فاتح بس مشروع واحد لهيك طالعة بس وحدة، لو كانوا مشروعين كنت لقيت هلا هون في عندي تنتين كل وحدة تابعة للمشروع. هلا إذا رحت فتحت 3D ورجعت كبست هون، بلاحظ إنه صار في عندي تنتين، وحدة للفلور بلان اللي كنت فاتحها، وحدة لل 3D اللي فتحتها هلا مؤخرا، وإذا كبسنا استعادي بلاحظ إنه هني عندي تنتين. طيب نرجع لفكرة الباب، كنا عم نقول إنه نحسن نتحكم بخصائص تبعته، الأبعاد والارتفاعات وهيك. مثلا يعني أنا إذا أجيت كبس إذا الدايب ورحت على الويدز عملتها 2 قلت له أوكي، لاحظ إنه الباب كبر وصار ارتفاعه 2، عفوا صار عرضه 2. كمان ممكن نسد نكبره أكثر من هيك حسب نحنا شو حابين يكون الباب قديش عرضه. إذا حبينا نعدل بالارتفاع تبعه كمان ممكن نعدل من الهايت تبعت الباب، خصائص الايدت فانكشن بس من الايدت تايب. بس بنلاحظ هلا في نقطه مهمه هون، انه هذا الباب اذا جيت ارجع استخدم مثله مره ثانيه اقول له كرييت سيميلار، او اني اخذ امر دور اختار الفاميلي هاي ف وحطيتها هون مثلا، فبلاحظ انه عم يحط قد هذا الباب بالضبط، يعني الباب القديم اللي كان ما عاد موجود. هاي الفكره حكينا عليها ايمات لما عدلنا بالاعمده، قلنا انه لما بدي اعدل بخصائص التايب اذا التايب انا اذا التايب ما بحط ما بعدل الخصائص فورا. يعني احنا لما عدلنا هذا الباب رحنا لهون وجينا حطينا هون رقم 2 هو كان 1.7. انا ما يفضل اني اعدل بهالطريقه، قلنا يفضل انه اعمل فاميلي جديده اقول له دوبليكيت سميها بالاسم اللي بدي اياه انه مثلا 2 ب2 قول له اوكي. وهلا اجى عدل على الخصائص مثل ما بدي اعملها 2 قول له اوكي. هلا صار عندي الباب هذا له فاميلي لحال، يعني اذا رحت اخذت دور بلاحظ انه صار في عندي فاميليتين موجودين هون تنتين، وحده بال 1700 وحده بال 2000، انا مشان اذا بدي استخدم هاي استخدمها، اذا بدي استخدم هاي استخدمها. طبعا صار في عندي استخدم صغير ونستخدم كبيره مثل ما بدنا. حبينا نستخدم هذا الباب، حبينا نجيب باب ثاني كمان نقول له دور ونقول له لود فاميلي، بنختار من اليو اس متريك. طبعا هذا الامتداد حكينا عنه من قبل انه هو عباره عن من السي بروجرام داتا، هذا الملف هذا المجرد بيكون مخفي اوتوديسك ار بي تي 2018 يو اس متريك. بنلاحظ انه بقلبها في دورز، نختار كمان من الملفات كلها هاي هون، في عندنا هون كمان ابواب، نختار الباب اللي بيناسبنا ونقول له اوبن. اذا حبينا ناخذ هاي الابعاد كلياتها كمان حددناها قلنا له اوكي، فبنلاحظ انه هلا نزلت الفاميلي عندي وهي هي الابعاد النازله. يعني انا ممكن يكون في بالخيارات او بالاوبشن تبعته ابعاد انا ما اضطر اني اصنع فاميلي جديده. يعني طبعا هذا الملف او الفاميلي اللي نزلناه كان في معه ابعاد بس انا ما حددتهم كلياتهم، قلت له تنزيل حد بس اللي كان وحده موجوده اللي هي هاي محدد عليها، قلت له اوكي فورا، يعني ما حددت باقي الخيارات. هون حددت اكثر من خيار كانوا 5 مثلا، طبعا ما حددتهم كلهم، كمان حددت هدول الخمسة وقلت لهم ينزلوا، فصاروا نازلات عندي 5 انواع من الجدار او 5 ابعاد وليس 5 انواع الفاميلي نفسها بس 5 ابعاد مختلفة. كمان هذا جدار ممكن نحطه اذا حبينا هون، اذا حبينا يكون اصغر انا بعد ما حطيته فيني اختار انه يكون اصغر من خلال مثلا، طبعا عندي هو كل ماله عم يكبر مع كل ماله عم يصغر، لهيك فينا نروح نرد نقول له لود فاميلي، نختار باقي الخيارات اللي كانت اصغر من هيك، او اذا حبينا نحن نصنع النسخه نقول له ايديت تايب ونقول له دوبليكيت، نختار البعد اللي بده يصير مثلا ممكن نقول له 170 نقول له اوكي. وبعدين اجى لهون، طبعا نحن عدلنا على الارتفاع هو 2400 هذا الارتفاع، لكن نحن بالنهايه تصير 190 مثلا او 80 ديليت 8 اوكي. وبنروح على الويدز نعملها 0.8 مال اوكي. فلا صار هذا الباب بهالشكل.
كمان حسين زيح مثل ما احنا شايفين نعمل ازاحه في هالطريقه او من خلال امر موف. طبعا الباب ما بيقرب لقدام او بيرجع لورا، بيمشي على الجدار تماما. من خلال المسطره نحن فينا نعدل بطريقه الباب اذا بدنا نعمله روتيت او شيء. وملاحظ انه هون صار في عندي هاي الفامل الجديده اللي هي 800 ملم عرض الباب وارتفاعه، اذا بدي اياه يكون غير 2400 كمان ممكن نعمله 2000 نفس الطريقه. لكن المهم اذا بدنا نعيد نعمل ارتفاع و2000، المهم شو نعمل؟ نقول له رينيم بس مشان نغيرها لهاي، نحطها صفر مشان نعرف انه هذا الباب ارتفاعه 2000، ونحط هاي كمان صفر ونقول له اوكي. تمام. اذا حبيت تشوف ارتفاع هذا الباب ممكن نعمل مقطع هون مثل ما تعلمنا نعمل مقاطع من هون، نعمل مقطع هيك. بس لازم شو نعمل؟ نخلي المقطع يتجه للاتجاه الثاني من خلال هذا هاي الكبسه اللي هون، فهو لم تجه هيك. ممكن نكبرها لهي لقدام شوي او اكثر، هو مجال الرؤيه. وانا اذا نفتح المقطع ممكن نفتحه من سكشن من هون، او نكبس كبستين على هاي الزرقاء بالسهم. فملاحظ صار الباب موجود عندي، هذا هو. وارتفاعه مثل ما قلنا عباره عن 2000 ملم ارتفاع الباب. طبعا هو بياخذ ال 2000 مثل ما احنا شايفين هلا، هو حاط له هون خط بعد وهمي، عمل له انه لهون هي 2100 ملم، يعني 2.1 سم 2.1 متر. فهو اخذ الحاجب 10 سم زياده لفوق اللي هو محيط الباب. فهو بالتالي لما عم ياخذ الارتفاع للباب عم يعتبره الارتفاع الاصلي، يعني الارتفاع الفراغ الفتحه، ارتفاع الفتحه. هو هذا الارتفاع اللي احنا بناخذه بعين الاعتبار، ارتفاع الفتحات وليس مع ارتفاع الحاجب وهيك، لانه ما عم نرسم نحن تفصيلات. هلا بالنسبه لهاي للباب، اذا حبينا نحط جدران نوافذ نفس الطريقه، امر ويندو من هون بنروح بنلاقي هون في عندنا نوافذ بس فاميلي وحده. كمان اذا حبينا نقول لود فاميلي بنختار اليو اس متريك الويندو. كمان هون في عندنا عده انواع للنوافذ. اذا حبينا نجيب نافذه من مكتبات ثانيه عندنا اياها كمان ممكن نفس الطريقه، بنروح على المجلد على الويندو بنختار النافذة اللي بدنا ندخلها ونقول له اوبن. بعدين بنصير بنحطها مثلا هون او هون حسب انا وين بدي احط نوافذ للمشروع. نحن ما ضروري نتقيد بالمشروع اللي موجود عندنا بالرسمي او اللي عم نشتغله هون تماما، لكن المهم نشتغل ونشوف شو ممكن يطلع معنا نتائج. هلا هاد النافذة كمان انا فيني اتحكم بالعرض تبعها، بفوت على الايديت تايب وبقول له بنشوف وين الويدز، بلاقيها هي الويدز. ممكن اعملها مترين مثلا وقول له اوكي. فبلاحظ انه هاي كبرت، وهاي شو كمان؟ كمان هاي كبرت النافذه معها. ليش كبرت؟ لانه اثنيناتهم اخذين نفس الفاميلي. انا لو بدي بس هاي تكبر وهاي تضل صغيره، فلازم انا قبل ما اعدل شو اعمل؟ قبل ما اعدل بعمل دوبليكيت اول شيء، بقول له اوكي، بغير الاسم طبعا بعمل اسمه صح، وبعدين بيجي على الويث بعمله 1.2 بقول له اوكي. فبلاحظ انه بس هاي صغرت، هلا هاي لساتها اخذه الفاميلي الاصلي. واذا جيت لهم بلاقي صار في عندي نوع فاميلي جديد اللي هو هذا اللي جنبه رقم 2، انا ما سميته بالاسم لازم نسميه مثلا حسب السكيل اللي نحطه. طيب هاي بالنسبه للنوافذ، كمان ممكن نحط النوافذ اللي بدنا اياها على الجدران. الامر الاخير اللي رح نحكي عنه هو الفرش. امر الفرش نحن كمان مثل ما النوافذ والابواب عباره عن عناصر او مكونات بدها هوست مشان تنحط بقلبها، نحن الفرش كمان عباره عن مكونات وعناصر لازم بدها هوست اللي هو الارضيه مثلا مشان تنحط بقلبها. طبعا حسب الفاميلي المصممه، احيانا اذا عندنا مكتبات ثانيه كمان بيكون المصمم الفاميلي هاي الصوفاي او الكرسي او الطاوله الى اخره بيكون حاطه جينيريك او عامي، يعني ما بيربطها بارضيه معينه، لذلك بيكون ما انا محتاجه هوست او ما انا محتاجه حاضن تستند علي حسب الفاميلي اللي نحن بننزلها. كمان من امر كومبوننت نحن نكبس فورا، يعني مع السهم نكبس على الضال اللي هون موجوده فورا، بيطلع عندي هون الفرش الموجود. في هون مقعد او ديسك يعني موجود عند الطاوله، نختارها هي ممكن ونجي نحطها على الارضيه هاي، ممكن نحطها هون بهالشكل او هون. بنلاحظ انه بالمسطره انا مثل ما تعلمنا على العمود بحسن خليها تعمل روتيت، اذا وقفت عند نقطه التقاطع مثلا بتصير تفتح بزاويه 45. اذا كان عندي شيء ضلع او جدار مائل ممكن كمان اوقف على الحرف المائل واكبس مسطره فبتصير هي بمحازاته وكل الوقت. اذا كان عندي جدار منحني او خط منحني، طبعا هلا هو ما عم ياخذ لهذا،
هذا مثلا عم ياخذوه، اذا كبست مصر علي فكيف يصير بياخذوه؟ بيخليه حتى لو بعدت بيخليه عم يلف حوالي المركز، وانا عم حطه مثلا حطيت 1 2 3 بضل عم يلف حوالي مركز القوس المنحني او الخط المنحني الموجود عندي. طبعا هاي في حال كان عندي جدار منحني او خط منحني بدي اياه يتوزع الفرش على اساسه. هاي بالنسبه كمان للفرش. اذا حبينا نحن ننزل من مكتبي كمان اللود فاميلي ونروح على بالمتريك ونروح على الفرنيتشر، نلاحظ انه هون في عنا عده انواع من الفاميليز، في عنا طاولات هون. واذا كان انا عندي فاميلي خاصه كمان مكتبي ثاني ممكن نروح ننزل منها بنفس الطريقه، بقول له اوبن بيجي بنزلهم هون لعناصر الفرش هذا. وهيك بنكون نحن حطينا الفرش. طبعا هذا الحكي هلا طبقناه على مسقط الرقم واحد، على ليفل رقم واحد ارضه يعني. نفس الشيء كمان بنطبقه على المسقط الفوقاني بحيث يصير عندي في جدران في ابواب ونوافذ والفرش، وتصير باقي العناصر مثل اللي اخذناها مكتملي. وبالتالي اليوم صرنا اخذين الدرابزينات والجدران والارضيات والنوافذ والابواب والفرش والاعمده، بحيث صار المشروع هلا بهالطريقه لازم يكون صار جاهز عنا من ناحية هدول العناصر اللي أخذناهم.